عزيزي المشاهد، مفيش شك ان التلوث اصبح من الاعراض ومن المخاطر اللي بتعرضنا بهذا العصر، واصبح الكلام كتير جدا بالنسبه للتلوث وايه اسباب التلوث وايه الوقايه من التلوث. ويمكن في مجالات الطبيعه والتلوث اللي بيحصل بنلاقي ان التلوث ليه تاثير مباشر جدا على الاصابه بالاورام وبالذات الاورام الجلديه. يمكن هناك بعض العوامل الفيزيقيه زي الشمس واثرها، ويمكن هناك بعض العوامل الكيميائية زي كافة المواد الكيماوية اللي ممكن يتعرض لها الجلد وطريقة تعامله معها، وأيضا هناك العوامل البيولوجية زي الفيروسات اللي ممكن ثبت لها تأثير مباشر على الإصابة بالأورام، وممكن هناك عوامل تتعرض بالشخص نفسه حيث إن احنا بنبص الشخص، هل هذا الشخص جنسه، هل هو ذكر أو أنثى، وشفنا إن الأورام مثلا سرطانات المثانة بتكثر في الذكور بينما أورام الثدي بتكثر في الإناث. ايضا بنتكلم في كافه هذه العوامل. الحقيقه كافه عوامل التلوث والاعراض اللي بتسببها هذه التلوث هندير هذه الندوه، ويشرفنا ان يكون معنا الاستاذ الدكتور جميل محمود الطلياوي، استاذ ورئيس قسم الصيدله الكيميائيه بكليه الصيدله جامعه القاهره، ومعنا ايضا الاستاذ الدكتور ناصر الغندور، استاذ جراحه المخ والاعصاب بكليه طب جامعه القاهره. الاستاذ الدكتور ناصر الغندور، استاذ جراحه المخ والاعصاب القصر العيني، يمكن ده يجرني اسال سيادتك عن ايه تاثير التلوث بالنسبه للمخ. احنا الحقيقه بتهاجمنا نسبه تلوث عاليه جدا، ودي بتؤثر على كافه اجهزه الجسم، واول عضو بيتاثر بهذه النسبه من التلوث هو المخ البشري. المخ الحقيقه عضو حساس جدا، بيتاثر سريعا جدا بهذه النسبه من التلوث. وكانت النتيجه ان احنا بنشتكي من اعراض النهارده كلها مرتبطه بتلوث البيئه. يعني اغلبنا دلوقتي بينسى، عنده ذاكره ضعيفه، القدره على التركيز عندنا كلنا قلت، يعني تبقى الكلمه على طرف لساننا وتروح مننا. اغلبنا دلوقتي بيشتكي من ارق او عدم نوم، اغلبنا ما بينامش بليل كويس، في فقدان للشهيه، في نرفزه، بنتنرفز بسرعه، ما عدناش بنستحمل بعض زي زمان. كل دي اعراض مرتبطه بتلوث البيئه. على اخر النهار بتوصل الواحد همدان، كل ده برضو مرتبط بتلوث البيئه. ودي الحقيقه بتبتدي بالهواء اللي الواحد بيستنشقه، يعني نسبه الاكسجين في الجو بتاثر على المخ، بتاثر على كافه اعضاء الجسم. يعني بدليل الواحد ده راح اسكندريه شم هواء نظيف، نسبه الاكسجين هناك مرتفعه، بتبص تلاقي الكفاءه بتاعتنا بتزيد، الواحد يطلع ثلاث ادوار سلالم ما بيتعبش، هنا الواحد بيطلع دور سلالم بص تلاقي الواحد ابتدى ينهج ومجهد جدا. ده كل ده له تاثيره على المخ. الهواء اغلبه ملوث بابخره، الابخره دي موجوده في الهواء بنستنشقها كلنا، تطلع من عوادم العربيات والاحتراق في المواد في الهواء واقوام الزباله، كل ده موجود فيه ماده خطيره جدا هو غاز او الاكسيد الكربون. ده الحقيقه بيتحد مع الهيموجلوبين بينتج عن كده ماده سامه جدا بتؤدي الى قصور حاد في الدوره الدمويه بتاع المخ، بتؤدي الى كل هذه الاعراض. التغذيه دلوقتي اغلبنا بياكل معلبات، المواد الحافظه للمعلبات دي مواد برضه لها تاثيرها على المخ. المخ عشان يشتغل محتاج تغذيه سليمه، المواد الطازجه دي برضه لها تاثير كويس جدا على المخ احسن من المواد الحافظه. حاجه اخطر من كده الحقيقه، احنا عايشين في مجال من الموجات الكهرومغناطيسيه، دي حاجه خطيره جدا. يعني كل اجهزه التلفزيون، اجهزه الكمبيوتر والشاشات، الكمبيوتر والتليفونات اللاسلكي اللي طالعه جديد، أجهزة التحكم عن بعد اللي هو الريموت كنترول، الحاجات دي بتدي شحنة كهربائية لكافة أجهزة الجسم، وأول عضو بيتأثر بهذه الشحنة هو المخ. يعني المخ لما بتقعده في مجال من هذه الموجات، موجات كهرومغناطيسية، بيتأثر بهذه الموجات. دي حاجة خطيرة جدا في الحقيقة، يعني بتؤدي إلى توتر عصبي، وقد تؤدي إلى صرع، وقد تؤدي لها مشاكل كتير جدا عديدة كثرة التعرض لهذا المجال من الموجات الكهرومغناطيسية. برضه الحقيقه في حاجه دلوقتي طالعه والناس بتستعملها كتير، الاصباغ، والاصباغ دي فيها ماده بتسمى بالرصاص، ودي ماده بالحقيقه بتعتبر من اعداء المخ او اعداء الجهاز العصبي، ماده خطيره جدا. يعني كثره التعرض لمستحضرات التجميل والاصباغ والاحبار الطباعه، ورق الجرايد نفسه، ده كل ده في نسبه من الرصاص ده لها تاثيرها على الجهاز العصبي. الضوضاء بالازعاج وصوت العربيات والموسيقى الصاخبه، دلوقتي الافراح تبص تلاقي الموسيقى عاليه جدا، دي برضه حاجه خطيره جدا.
بتؤثر على الجهاز العصبي كله، بتحدث توتر عصبي قد ينتج عن كده ارتفاع في ضغط الدم. كل دي حاجات خطيره جدا. سوء استخدام الادويه دلوقتي اصبح خصوصا طلبه المدارس بتبتدي تاخد المنشطات بتاع الذاكره ومنبهات بتاع المخ يقول لك عشان احفظ الدروس كويس، خصوصا فتره الامتحانات. دي حاجه خطيره جدا لو اتعودوا عليها ما بيعرفوش يبطلوها، وبتحدث نوع من التعود او الادمان. برضو الحاجات المهدئات والمنومات دي اخطر من الحاجات يعني من اخطر الادويه اللي ممكن الواحد يستعملها. كل ده حاجات مرتبطه بتلوث البيئه وحاجات مستحدثه علينا ما كناش احنا الحقيقه بنستخدم هذه الاشياء زمان ابدا. يمكن كلام الدكتور ناصر غندوري خليني اسال الاستاذ الدكتور جميل محمود رئيس قسم الصيدله الكيميائيه بكليه صيدله جامعه القاهره عن ان ما فيش شك ان التلوث ليه تاثير مباشر على صحه الانسان. عايزين نعرف من سيادتك ايه اثر التلوث بالنسبه لصحه الانسان؟ والكما اشار واستفاض الاخ الزميل في حديثه عن التلوث وتاثيره على صحه الانسان، انا احب اضيف الى انه يجب اعتبار الانسان كائن حي له قدره محدوده على احتواء التلوث. فاذا زادت نسبه التلوث عن القدره المحدوده للكائن البشري على التعامل مع هذا التلوث بينهار الكيان الحي. مثل في ذلك مثل الكرة الأرضية ربنا خلقها فيها بحار ومحيطات وخضرة وغابات، في توازن بين كل هذه الكيانات الحية. لكن مع عملية التصنيع الأوروبية الأمريكية في نهايات القرن الماضي وبدايات القرن الحالي أصيبت الكرة الأرضية بنسبة عالية جدا من التلوث، لدرجة أنه الغابات ابتدت لا تستطيع أن تستوعب هذا التلوث. البحار والمحيطات اللي بتعمل توازن طبيعي أصبحت النهاردة ملوثة لدرجة أنها لا تستطيع أن تحتوي هذا التلوث. هكون النتيجة ان احنا عايشين دلوقتي فوق كوكب ربنا خلقه على ان يكون كوكب معد اعداد محكم جدا ودقيق لحياة الانسان. الانسان الاحمق بدأ في تدمير هذا الكوكب. مش بس الانسان تتأثر صحته بالدمار للبيئة، البيئة نفسها تشن حرب رد فعليا ضد الإنسان الأحمق. يعني مثلا الأوروبيين بياخدوا النفايات بتاعة المصانع بتاعتهم وبيدفنوها في الاتحاد السوفيتي الدولة المنهارة. هل من المعقول أنه هذه وسيلة عاقلة للتخلص من النفايات؟ أنا أعتقد لا. ليه؟ لأنه النفايات ديت بتدفن في بطن الأرض، وبطن الأرض ما هو الساكن، بطن الأرض يموج بحركة دائمة، لدرجة أنه استخدام مثلا الدي دي تي، استخدمت الدي دي تي بغزارة في أعماق أفريقيا، الأسماك بتهاجر من أفريقيا وتروح، والطيور أيضا إلى القطب الشمالي. فوجئ العلماء بأنه بعض هذه الطيور تسقط مصابة بالتسمم بالدي دي تي، واتضح انه الطيور كلت السمك المهاجر من افريقيا ملوث بالدي دي تي، فماتت الطيور بالدي دي تي. وكان من الطريف او من الشيء المثير ان يكتشف الدي دي تي في الشحوم بتاعه هذه الطيور المقتوله او المنتحره. اذن هي قضيه متشابكه وقضيه متداخله، وهي قضيه حضاره أهم صفة تتصف بها الحماقة. لأنه إذا ما كانتش الحضارة قادرة على فهم البيئة الكوكب الأرضي، علاقة الإنسان بالبيئة، عدوانه عليها، رد فعل البيئة وانعكاس ذلك على الإنسان نفسه، يبقى حضارة غير إنسانية، وأنا أصفها بالحضارة التي لا يمكن أن تتصف إلا بالحماقة.
أنا ده كل ما أستطيع أن أقوله في معرض الحديث عن تأثير البيئة على الإنسان. أنا مش بتكلم بس على صحة الإنسان ولكن على وجوده ككيان حي على ظهر الكرة الأرضية. الأستاذ الدكتور ناصر غندور أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة القصر العيني. يمكن أنا عايز أقول لسيادتك التلوث دلوقتي بقى حوالينا في كل مكان، بنلاقيه في عوادم السيارات، بنلاقيه في الجو، بنلاقيه في التدخين، بنلاقيه في دخان المصانع، بنلاقيه في التلوث اللي موجود في النيل. التلوث بقى قضية وطنية إحنا بنتكلم فيها دايما. يمكن أنا بطلب من سعادتك نعرف إيه عواقب هذا التلوث. والحقيقة هنا العواقب بقى بتبقى خطيرة الحقيقة، يعني كانت النتيجة إن إحنا بنسمع عن حاجات ما كانش بنسمع عنها زمان، زي تشوهات الأجنة. دلوقتي في نسبة مرتفعة جدا من تشوهات الأجنة، تشوهات المخ والعمود الفقري وكافة أجهزة الجسم، أكيد دي مرتبطة بتلوث البيئة. يعني الأم لما تبقى حامل وتقعد في مجال من الموجات الكهرومغناطيسية ده برضه حاجة خطيرة، أو تتناول عصافير من نفسها ده حاجة خطيرة، أكيد لها علاقة قوية جدا بالتشوهات اللي بتحدث في الأجنة. زيادة نسبة الصرع في الأطفال الحقيقة برضه دي مرتبطة بتلوث البيئة. توتر العصب، أصبحنا بنسمع عن أورام خبيثة بتيجي في المخ وبتيجي في الجهاز العصبي وكافة أجهزة الجسم، دي برضه مرتبطة بتلوث البيئة. كل دي حاجات مش حدثة ما كانش بنسمع عنها زمان الحقيقة. كل دي ليها أسباب، وأهم يعني قد يكون لها أسباب وقد يكون أهم هذه الأسباب هو تلوث البيئة الحقيقة. الأستاذ الدكتور جميل محمود الطلياوي أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، بحكم موقع سيادتك في كلية الصيدلة ماذا عن المستقبل؟ والله المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى ادانا عقل نفكر بيه، وزي ما بنفكر بهذا العقل يكون المستقبل. بمعنى ايه؟ بمعنى انه المصانع التي تنفذ من مداخنها الكميات الهائلة من الملوثات الصناعية، مفيش حل الا انه يتم اعداد تشريعات مناسبة قاسية تؤثر بالضرورة على الاقتصاد لكبح جناح هذه المصانع، سواء كانت قطاع خاص او قطاع عام. يعني مثلا اليابان دولة متقدمة وناهضة صناعيا، ورغم انها دولة مكدسة بسكان 120 مليون ياباني يسكنوا على جزيرتين، الا ان هم رغم نهضتهم الصناعية تجد انه اليابان بكل المقاييس تعتبر دولة غير ملوثة او بلد غير ملوث. طيب نشوف اليابان بتعمل ايه. اولا الاجراءات التشريعية الحاسمة، إذا مجلس الشعب لازم يسن من القوانين ما بالحزم يطبق للتخلص من التلوث الناتج عن المصانع والمؤسسات الاقتصادية سواء كانت قطاع عام أو قطاع خاص. لكن هناك الجهود الفردية، يعني مثلا على أبسط الأمثلة الزبالة. والزبالة كلنا في حياتنا لازم يطلع نتيجة نشاطنا الإنساني زبالة، التخلص من الزبالة. أنا يعني تستغرب قوي لما أقولك أنه في مصر أعرق المؤسسات في الاستفادة من الزبالة. الزبالة محدش بيرمي في مصر زبالة، لدرجة أنه الورق والكرتون والزجاج الفارغ الناس بتاخده وبتعمله ريسايكلينج او اعاده تشغيل. لكن هو الخطير في الزباله ايه؟ انها بتفضل تترمي وتتراكم وتتعفن وتسرب الى البيئه ملوثات غازيه وخلافه. اذا التخلص من الكمامه والتخلص من الزباله دي جهود فرديه وجهود يجب ان يهتم بها المسؤولين في الحي. فاذا الجهود الفرديه لا تغني عنها الجهود الحكوميه. من ناحية أخرى الوعي العام بهذه القضية الخطيرة، زي ما إحنا مثلا عندنا في عاداتنا المصرية المأخوذة من ديننا إنه الجار
يقيم وزن لجاره ويخاف عليه. طيب اذا كنت انا بخاف على جاري حقيقه منيش الزباله جنبه، بروح اصلي في مسجد وفاجئ بانه نتكلم داخل المسجد عن الطهاره والنظافه ونظافه الضمير ونظافه المكان، وافاجئ بانه في كوم زباله بجوار المسجد. ده تناقض صارخ جدا في جديتنا في اخذ الاشياء. يعني نتكلم كويس كويس، وكويس ان الواحد يتكلم كويس، لكن الاحسن من ان الواحد يطبق اللي بيكلمه او بيتكلم عنه، وان نكون قدوه. القدوه هي الاساس، بدون قدوه لن نستطيع ان نغير النمط. قدوه الاب للابن، وقدوه الجار لجاره، وقدوه السلطه الى الاهالي وما الى ذلك. وان شاء الله المستقبل يبشر بالخير باذن الله. الحقيقه يعني انا يمكن وانا وبختم الحلقه النهارده وندوتنا اللي احنا بنتكلم فيها مع بعض، احب اسال الاستاذ الدكتور ناصر الغندور استاذ جراحه المخ والاعصاب عن كيفيه الوقايه من التلوث بالنسبه للبيئه. ولا يا احمد، الحقيقه احنا دايما بننصح الناس انهم ما يتعرضوش لتلوث البيئه بقدر المستطاع، وفي نفس الوقت برضه يحافظوا على البيئه. البيئه دي جزء احنا عايشين فيه. احنا ما بنحبش التعرض للهواء الملوث بالاذخره، ما بنحبش دايما نحب الواحد يستنشق الهواء النظيف ويقعد في الاماكن اللي فيها هواء نظيف ويبعد عن الاماكن المزدحمه. اختيار نوعيه الغذاء، التغذيه مهمه جدا. بنحب نبعد دايما عن المعلبات والمواد الحافظه والمواد الصناعيه، الحاجات دي كلها خطيره جدا بالنسبه للمخ وبالنسبه للجسم عموما. الحقيقه الحديث ممتد وسيمتد كثيرا، لان التلوث صار قضيه وصار قضيه العصر اللي احنا بنعيشه. في نهاية هذه الحلقة أنا بشكر الأستاذ الدكتور جميل محمود الطلياوي، أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور ناصر الغدور أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة القاهرة.